مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامج ميثاق من ذهب. هذا البرنامج اللي يستعرض معاكم إنجازات حققها ميثاق العمل الوطني على مدار 18 عام الماضية، وذلك بعد التصويت عليه من قبل المواطنين بنسبة 98.4%، وهي نسبة مثل ما ذكرنا في أول حلقة ونذكر دائما بكل فخر نسبة غير مسبوقة. حلقتنا اليوم راح تتكلم عن عمود أساسي جدا من أعمدة أي دولة، عن رجال يقدمون يوميا الغالي والنفيس من أجل حفظ أمن البلاد. اليوم نتكلم عن رجال وزارة الداخلية اللي الفضل يعود لهم بعد الله سبحانه وتعالى في نعمة الأمن والأمان اللي تنعم فيها مملكة البحرين. نتكلم عن رجال لا يتوانون أبدا ولو للحظات عن الدفاع عن أمن البلد وحمايته من أي خطر. نتكلم عن رجال يواصلون عملهم على مدار الساعة لتبقى البحرين بإذن الله تعالى واحة أمن وأمان. جلالة الملك الله يحفظه كانت له كلمات عديدة، كلمات سامية في حق هؤلاء الرجال، اللي طبعا دائما تتكرر كلمات جلالته خلال زياراته المتكررة لمقر وزارة الداخلية. نستعرض لكم جانب من تلك الكلمات ونبدأ حلقتنا بعد ذلك. نزوركم، نشكركم على ما تقومون به من واجبات لخدمة البحرين والمواطنين، وإحنا لا نزال في جو احتفالاتنا الوطنية وفرحة أهل البحرين السنة ما كان يمكن أن تكون لولا الجهود الكبيرة اللي بذلتوها، يعني بذلتوها لإسعادهم وبذلتوها لراحتهم. وأقل شيء أن نجيكم ونشكركم، لأن احنا نراكم كل يوم وفي كل لحظة حول الجميع لراحتهم ولإسعادهم. وهذه البحرين اللي نعرفها، وهذه هي الداخلية ورجال الأمن المعروفين عبر التاريخ. هذا يشجع لا شك أن الخطط، سواء خطط البناء والتدريب والتعليم، أن لا تتوقف حتى دائما نكون مواكبين للمتطلبات المستقبلية اللي هي في ازدياد. العالم بدأ يتداخل ويترابط، والتقنية كذلك تزيد حيث أنها تساعدنا في كيف نحل أمورنا بأسهل الطرق. وأنا أعتقد اللي يقوم به معالي وزير الداخلية من تطوير إلى وزارته ووزارة الداخلية شيء مو بسيط، خاصة إذا نظرنا إلى المدة اللي كلف في تطوير هذه المؤسسة والمؤسسات. لأن الداخلية الحقيقة هي مؤسسات كثيرة ومتشعبة، لها شيء جانب خاص وعام وعسكري ومدني، فتحتاج بالفعل إلى يعني متابعة دقيقة. يعني ما عندي شيء إلا أني أشكركم مرة أخرى على قيامكم بواجبكم، وكذلك أخص الضباط وضباط الصف والأفراد اللي قاموا بالواجب وتحملوا كذلك تبعات الواجب والقيام بالواجب، صبروا على الإجراءات ولله الحمد في الأخير فازوا فيما يمكن أن يعني نعتبره فوز لهم ولشرفهم العسكري وإلى نزاهتهم في العمل.
فلهم الشكر والتقدير، تبلغونهم السلام. ولا شك إن من تضرر من أبنائنا في أثناء تأدية واجبة، وهذا الإنسان مكانه لا شك في العين وفي القلب، لأن ضحى بكل ما يملك من أجل إسعاد الآخرين. إذن مثل ما شاهدنا، هذه الزيارة واحدة من الزيارات المتكررة اللي يشرف فيها سيد جلالة الملك بحضوره الشخصي إلى مقر وزارة الداخلية، ويتواصل بشكل مباشر مع سعادة وزير الداخلية، مع كبار الضباط، مع في مناسبات كثيرة أيضا مع ضباط وضباط صف وحتى أفراد وزارة الداخلية. ومثل ما شاهدنا جلالة الملك يوجه لهم كلمات خاصة يعني على الجهود الكبيرة التي يقومون بها من أجل حفظ أمن وأمان المملكة. أيضا للحديث أكثر عن جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والأمان، الحقيقة يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف سعادة العميد محمد بن دينا، المدير العام للإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. سعادة الأمير العميد، مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالخير والسعادة. بداية اسمحوا لي أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأحييكم وأحيي ضيوفكم وأحيي السادة المشاهدين في هذه المناسبة القادمة التي نتحدث عنها اليوم، وهي ذكرى ميثاق العمل الوطني. نعم، يا أهلا وسهلا فيك، وإحنا سعداء دائما بتواجدكم معنا عبر شاشة تلفزيون البحرين، سواء بالتواجد في الاستوديو أو حتى عبر الهاتف. نعلم جميعا أن وزارة الداخلية لها جهود وإنجازات مشهودة في حفظ أمن وأمان الوطن. هذا الشيء يمثل تجسيد لما جاء في ميثاق العمل الوطني، مثل ما نعرف من أن أمن الوطن هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها، مثل ما جاء في الميثاق. ما هي أبرز الأهداف اللي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها كي تبقى البحرين بإذن الله آمنة مستقرة بما يحقق مضامين ما جاء في ميثاق العمل الوطني؟ بداية أخي علي، خلني أعرج على منطلقات الميثاق. نعم، لما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة هو حصاد لما أرسله سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المتدح حفظ الله ورعاه، من خلال هذا الميثاق الذي أتى بمفاهيم عصرية وبرؤية ملكية واثقة ومستنيرة لجلالة الملك. نعم، جعل المواطن البحريني هدفا وصانعا للتنمية. رؤية تؤمن بقدرات الإنسان البحريني وكل ما يقدمه لوطنه من إخلاص وتفاني. نعم، طبعا الميثاق وضع المواطن في صدارة خريطة الإنجازات، لذلك استحق الميثاق أن يكون هذا العام عام الذهب. ونشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هذه المبادرة التي عبرت بالفعل عن دور الميثاق في مسيرة الإنجازات. نعم، طبعا منذ تولي سيدي الفريق الركن أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزارة الداخلية، كانت الرؤية واضحة في الانطلاق نحو أن يكون الأمن واقعا مع عشين أشعره المواطن والمقيم من خلف المنزل أو في الشارع أو في أي مكان. جاء الميثاق ليؤكد أن المواطن هو رجل الأمن الأول، ولذلك انطلقت كل الاستراتيجيات والمبادرات على مفهوم الشراكة المجتمعية لحفظ الأمن كرؤية ومنهجية تبناها الميثاق العمل الوطني في الأساس. نعم، إذن الميثاق اعتبر يعني الأمن والأمان حق للمواطن، ورؤية الميثاق جاءت بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، ويمكن هذه الرؤية اللي تبناها مثل ما تفضلت سعادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله. أنتوا في سبيل تحقيق ذلك، يعني التطوير والتحديث هو منهج أساسي لديكم لدى العمل الأمني، وهو أيضا أمر تعمل عليه وزارة الداخلية بالتوازي يعني طبعا مع فكرها الثابت فيما يتعلق بأن
الشراكة المجتمعية هي عنصر أساسي. كيف يضم يعني يتم هذا التطوير على الجانب الأمني من جهة والجانب المجتمعي والشراكة المجتمعية من جهة ثانية؟ طبعا أطلق معالي وزير الداخلية استراتيجية التطوير والتحديث كافة إدارات الوزارة وفق وأهداف محدودة ومرسومة. نعم. وفتحت المجال أمام الجميع للمساهمة في عملية التطوير والتحديث. كان الهدف الأساسي هو التنمية البشرية والإنسان البحريني من خلال وضع خطط لتطوير قدراته ومد بأفضل التجهيزات والتقنيات الحديثة ليقوم بواجباته الأمنية على أكمل وجه. نعم. طبعا إذا بنحصر إنجازات وزارة الداخلية في أجالة أو مثل ما يعني لسعتنا الوقت، لكن المسيرة التطوير والتحديث قطعت وحققت إنجازات. أهم إنجاز اليوم ما يشعره المواطن من أمن وأمان في حياته. كل المنجزات اللي نشوفها ونتلمس في على الأرض الواقع لم تكن لترى النور لم يكن هناك الأمن والأمان طبعاً. في نعم. الأساس هي القاعدة الأساسية لمتطلبات التنمية أي مجتمع. طبعاً الإنجازات اللي مشت أو تحققت لوزارة الداخلية نقدر نحصرها في عام 2008، وأهم يعني إنجاز التقدير الدولي لوزارة الداخلية من خلال الجائزة الدولية التي حصل عليها سيدي معالي وزير الداخلية. نعم. تم اختياره كشخصية العام 2018 تقديرا لنجاحات برنامج معا لمكافحة العدوى والإدمان. وهذا التكريم مع الوزير جاء ليعبر عن تكريم لكل رجال الأمن وجميع منتسبيه وزارة الداخلية فيما يبذلونه في هذا الشأن. نعم، يبقى الثناء المتكرر من سيدي جلالة الملك يمكن هذا التقدير الأكبر لكل يعني العاملين في هذه الوزارة، وأيضا الاعتراف والإحساس من كل مواطني ومقيمي وزائري مملكة البحرين بهذا الأمن والأمان اللي تحدثت عنه، اللي هو من أجل التنمية، من أجل الاستثمار، من أجل حياة كريمة للمواطن. لولا الأمن والأمان لما تحقق ذلك. ويمكن احنا على مدار شهر كان عندنا ضيوف يتكلمون في كل المجالات، كل تلك المجالات مرتبطة بالأمن والأمان، وإن شاء الله يظل هذا الأمن والأمان إن شاء الله يتنعم في مملكة البحرين. سعادة العميد محمد بن دينا المدير العام للإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، كل الشكر والتقدير لك على ما تفضلت به، شكرا جزيلا. إذا تأسست الأكاديمية الملكية للشرطة مشاهدينا بناء على رؤية كريمة ورائدة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في العام 2004. أصبحت الآن منارة للتدريب، تدريب الضباط وحتى غير الضباط. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع، وراح يكون معنا إن شاء الله في سياق هذه الحلقة ضيوف من وزارة الداخلية. تأسست الأكاديمية الملكية للشرطة بناء على رؤية كريمة ورائدة من لدن جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة في العام 2004، بعد أن أصدر أمر جلالته السامي رقم 69 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتحويل الكلية الملكية للشرطة إلى الأكاديمية الملكية للشرطة، حيث أنشئت الأكاديمية بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لمنسوبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين من خلال الجهد التدريبي لإعداد وتأهيل جيل من رجال الأمن قادر على التعامل مع جميع المتغيرات الآنية والمستقبلية وفق أساليب علمية وعملية مدروسة، والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الشرطة لدى منتسبي الأكاديمية، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات الأمنية لخدمة الأمن والتنمية في المملكة. وتعمل الأكاديمية على تعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الأكاديميات والكليات والمعاهد النظيرة في إطار مسؤوليات قوات الأمن العام لحفظ الأمن والنظام العام والسلامة الأمنية.
أهلا بكم وباسمكم ورحب بالعقيد موسى الدوسري آمر مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة. سعادة العقيد يا أهلا وسهلا فيك، سعادة بوجودك معنا في استديو هذا البرنامج. يا أهلا وسهلا، كل عام أنتم بخير. أنتم بخير، وتسمح لي أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى مقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورآه، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورآه، وإلى مقام سيدي صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورآه، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة مرور 18 عام على ميثاق العمل الوطني. نسأل الله يديم على البحرين الأمن والأمان بإذن الله. اللهم آمين. احنا في البداية لابد أن نسأل عن يعني ما هو دور مركز البحوث الأمنية، وكيف يسهم البحث العلمي في دعم جهود وزارة الداخلية في دعم العمل الأمني؟ في الواقع طبعا وكل تأكيد يمثل البحث الأمني البحث العلمي عفوا أهمية كبيرة في دعم العمل الأمني. نعم. وذلك من خلال مركز البحوث اللي يقدم حقيقة يعني الكثير من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمتغيرات والمشكلات والظواهر الأمنية. البحث العلمي طبعا يكون تأكيد لخطوات يقوم بالتشخيص والتدقيق والتحليل لتلك الظواهر والمشكلات الأمنية الحالية والمستقبلية، ويقدم الحلول المقترحة بعد التعرف على الأسباب والدوافع اللي أدت إلى بروز مثل هذه الظاهرات اللي تهدد أمن المجتمع. فوزارة الداخلية وعلى رأسها سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية يولي هذا القطاع اهتمام كبير حقيقة من خلال مبادرة معاليه وتوجيهات بإنشاء جائزة للبحث الأمني في وزارة الداخلية. وهذه الجائزة انطلقت في عام 2010، وطبعا بكل تأكيد هذا إيمانا من معاليه بأهمية البحث العلمي في دعم العمل الأمني. يعني البحث العلمي الآن هل تطور عن السابق؟ يعني لابد أنه يواكب الجريمة تتطور، الإرهاب يتطور، وبالتالي مقتضيات البحث العلمي تتطور أيضا. هل تتطور البحث العلمي والمعلومات الأمنية، قاعدة البيانات الأمنية ودورها في حفظ الأمن والأمان؟ بكل تأكيد، يعني الآن مراكز البحوث حقيقة تحظى بدعم كبير من الدول، يعني خصوصا أن هذه المراكز وهذه الأبحاث تسهل عملية اتخاذ القرار في كثير من الحالات. المتغيرات الأمنية الآن أصبحت متسارعة وكبيرة، ولا بد أيضا أن تكون هناك قاعدة معلومات صلبة موجودة قوية يمكن الرجوع لها وتكون مرجع أساسي لدعم العمل الأمني. فمراكز البحوث الأمنية الآن في تطور كبير، والبحث العلمي أيضا متطور، والأكاديمية الملكية للشرطة حقيقة من خلال اهتمام سيدي معالي وزير الداخلية بالبحث العلمي هناك مادة للبحث العلمي تدرس الأكاديمية الملكية للشرطة للمرشحين الضباط. نعم. بالحديث عن الأكاديمية الملكية للشرطة، الأكاديمية الملكية يعني باتت مركز تدريب وتعليم كبير جدا ومتطور في المنطقة، بل ولربما يحتذى ويشار له بالبناء مثل ما يقولون. لديكم أكثر من 12 برنامج، لو نتحدث عن يعني أهم برامج يعني المركز أو الأكاديمية الملكية للشرطة، ونبتدي بأولهم برنامج الماجستير، وعندكم شراكة مع جامعات في لندن. أي طبعا هناك 11 برنامج أكاديمي تقدمها الأكاديمية الملكية للشرطة، وهناك دعم كبير من سيدي معالي وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وهذه البرامج تكون بإشراف مباشر من سيدي سعادة رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة. هناك برامج الدراسات العليا، وتقدم فيه برامج الماجستير اللي تقدم من خلال الأكاديمية الملكية للشرطة متمثلة في كلية تدريب الضباط. هناك ماجستير العلوم الشرطية والجنائية، وماجستير العلوم الأمنية الإدارية، وهناك أيضا ماجستير إدارة الأزمات، هذا تقدم من خلال الأكاديمية الملكية للشرطة. هناك يعني برنامج آخر صمم خصيصا للأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع جامعة هدرسفيلد في المملكة المتحدة، يقدم في رحاب الأكاديمية الملكية للشرطة بكوادر من جامعة هدرسفيلد وشهادات معتمدة، وهذا البرنامج معتمد من التعليم العالي، وهو برنامج في العلوم الأمنية. نعم. ماجستير يقدم من خلال الأكاديمية ولكن بالشراكة والتعاون مع جامعة هدرسفيلد. هناك أيضا برامج الدبلومات، في دبلوم حقوق الإنسان ودبلوم إصلاح وتأهيل ودبلوم العلوم المكتبية، وأيضا
دبلوم خدمة اجتماعية أيضا تقدمها الأكاديمية المنسوبة لوزارة الداخلية، وأيضا ممكن الاستفادة من هذه البرامج لموظفي وزارات الدولة المعنيين أو ذات الاختصاص في هذا المجال. أيضا هناك برامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والقانونية تقدم لمرشحي الضباط، هناك دبلوم عالي في القانون مرشحي الضباط الجامعيين، وأيضا دبلوم في القانون أو في العلوم عفوا الجنائية والشرطية أيضا لمرشحين الضباط الجامعيين. نعم. ف11 برنامج أكاديمي تقدمه الأكاديمية الملكية للشرطة المنتسبين. جميل. أيضا يعني في الأكاديمية الملكية للشرطة انتقلت من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني. نعم. كيف كان هذا الانتقال؟ ما يزيدنا فخر في هذا الموضوع، خصوصا الانتقال من التعليم التقليدي الورقي إلى التعليم الإلكتروني، إنه كان بإدارة وإشراف وفريق مختص من كوادر الأكاديمية الملكية للشرطة. نعم. في الواقع تم تشكيل فريق عمل من التقنيين ويشرف عليهم أحد ضباط التعليم في الأكاديمية الملكية للشرطة، وعملوا بكل جهد وإخلاص في تحويل التعليم التقليدي إلى تعليم إلكتروني في الأكاديمية الملكية للشرطة، وهم مستمرين حقيقة لتغطية كافة الإدارات اللي موجودة في الأكاديمية. هناك الآن التعليم للمرشحين الضباط والماجستير، أيضا المكتبة الخاصة بالأكاديمية الملكية راح تحول أيضا إلى مكتبة إلكترونية، والفريق العمل يعني مستمر في عمله في هذا الجانب، خصوصا جانب التطوير اللي دائما ونتلقى توجيهات فيها من سيدي معالي وزير الداخلية. نعم. أيضا تعدون أول مركز حكومي معتمد لبرنامج مايكروسوفت. بالضبط. يعني لو نتكلم عن أكاديمية الملكية للشرطة الحقيقة الإنجازات كثيرة، لكن لابد أن نقف عند على أقل جزء من أبرزها. يعني. نعم. بالطبع طبعا الأكاديمية الملكية للشرطة الآن هي أول جهة حكومية معتمدة لتنفيذ برامج المايكروسوفت، وهي تصدر الشهادات، وما يزيدنا فخرا أيضا أن هذه البرنامج يقدم أيضا من كوادر الأكاديمية الملكية للشرطة اللي تم إعدادهم وتأهيلهم، خصوصا أن سيدي معالي وزير الداخلية يولي اهتمام كبير بالعنصر الأهم في المنظومة الأمنية وهو العنصر البشري. فوزارة الداخلية وقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع عدد من المعاهد والمؤسسات التعليمية والجامعات والأكاديميات المتميزة والمرموقة داخل المملكة وخارج المملكة من أجل تقديم خبراتها والتنوع في المدارس، خصوصا في مختلف المجالات الأمنية لارتقاء مستوى منسوبي وزارة الداخلية. معالي وزير الداخلية دائما مثل ما تفضلت يهتم اهتمام كبير بالارتقاء بالمستوى الأكاديمي المعرفي العلمي لمنسوبي الوزارة، يمكن استقبل معاليه 133 من حاصلي الدرجات العليا مؤخرا من منتسبي الوزارة. نعم، معالي الوزير يهتم بهذا الجانب، ويعني طبعا هو يرعي شخصيا احتفال تخريج منسوبي وزارة الداخلية من الحاصلين على الشهادات في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، واستقبل مؤخرا مجموعة من خريجي منسوبي وزارة الداخلية من حاصلين على الدرجات العلمية في الدكتوراه والماجستير، وقدموا رسائلهم إلى معالي الوزير، ووجه معاليه مباشرة بأهمية الاستفادة من هذه الأبحاث وهذه الدراسات وترجمتها على أرض الواقع. الشراكة المجتمعية لها اهتمام كبير سواء في فكر سيدي جلالة الملك أو في اهتمام معالي وزير الداخلية، راح نتكلم عنها في يعني الفقرات التالية من البرنامج، لكن حابة أتناول معك جانب من جوانبه وهو قادة المستقبل. نعم. هذا المشروع اللي دشنا أيضا سيدي سمو ولي العهد. نعم. من خلال طبعا الأكاديمية الملكية للشرطة، تكلمنا عنه لو سمحت. في الواقع طبعا هذا البرنامج وهو قادة المستقبل كما يطلق عليه المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة انطلق في 2009 بمبادرة كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. وطبعا الأكاديمية الملكية للشرطة وأيضا بكوادرها استطاعت أن هي تنفذ هذا البرنامج باقتدار ونجاح من أجل اكتشاف المواهب لدي الشباب، خصوصا أن هذا البرنامج يحاكي الفئة العمرية ما بين 12 إلى 17 عام، وبالتالي استغلال أوقات الفراغ فيما يخدم هذه الفئة ويعود عليهم بالنفع، واكتشاف المواهب ليكونوا قادة في المستقبل يساهموا في تطوير وتنمية البلاد بإذن الله تعالى. ويمكن في ميثاق العمل الوطني وما أكد عليه جلالة الملك بأن المواطن هو رجل الأمن الأول،
إذا نربي عيالنا أنهم قادة المستقبل وهم رجال الأمن إن شاء الله، سواء إذا انتسبوا لوزارة الداخلية أو بكونهم مواطنين يعلمون قيمة الأمن والأمان، يحافظون على مكتسبات وطنهم ويبنون هذا الوطن إن شاء الله بسواعدهم في المستقبل. في سؤال أخير الله يطول عمرك، كيف يمكن الاستفادة من كل هذه التجارب الناجحة والعديدة للأكاديمية الملكية للشرطة لي يعني زيارة الكفاءة العلمية والتدريبية إن شاء الله مستقبلا، وما هي أنشطتكم برامجكم القادمة؟ هناك طبعا خطة سنوية تضعها وزارة الداخلية وفيها جانب يتعلق بالأكاديمية الملكية للشرطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية داخل الأكاديمية الملكية للشرطة، وأيضا من خلال ابتعاث عدد من منسوبي وزارة الداخلية لخارج المملكة لتلقي بعض الدراسات في بعض المعاهد المتخصصة، وذلك لاكتسابهم المعرفة والتنوع في الخبرات والتنوع في المعرفة من خلال هذه المدارس الأكاديمية سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، وبالتالي يعني تعود كل تلك التجارب بالنفع على وزارة الداخلية ومنسوبيها. بإذن الله كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية. شكرا لحضورك سعادة العقيد موسى الدوسري آمر مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مشاهدينا نشوف في اللقطات القادمة اللي تحمل جانب من حفل تخريج دفعة للأكاديمية الملكية للشرطة واللي شرفه حضور جلالة الملك المفدى، نشوفه في التقرير ونرجع نواصل إن شاء الله.
الشراكة المجتمعية مبدأ تعمل شرطة خدمة المجتمع على تحقيقه وتعزيزه من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع المدني وبينه وبين الأجهزة الأمنية المختلفة. أيضا تعمل على تفعيل دور أفرادها ومؤسساتها كشركاء في كشف ومحاربة السلوكيات الضارة والمخلة بالمجتمع في سبيل الوصول للاستقرار الأمني بخدمات متطورة وجهود متآزرة بين الشرطة والمجتمع. خلينا نشوف هذا التقرير ونعود للحديث عن شرطة المجتمع، متى تأسست، شنو دورها، شراكتها مع الناس، كيف تطورت هذه العلاقة بينها وبين أفراد المجتمع، كون المواطن الآن هو رجل الشرطة، رجل الأمن الأول. باسمكم أرحب بالرائد ركن منى القلاف، رئيس شعبة الشؤون الإدارية بإدارة شرطة خدمة المجتمع. مساك الله بالخير. يا هلا مساء النور. سعادة بوجودك معنا. أنا سعادة، الله يسلمك وأنت بصحة وسلامة. الرائد ركن منى، لو بنتكلم عن شرطة المجتمع باعتبار شرطة المجتمع إحدى ثمار المشروع الإصلاحي للعهد الزاهر لجلالة الملك، اللي قايم على عقيدة بأن المواطن الآن هو رجل الأمن الأول، هو شريك معاكم في حفظ الأمن والأمان. متى بدأت شرطة المجتمع؟ ويعني في البدايات شلون كان أهم مهامها وشلون تطورت هذه المهام؟ في البداية طبعا تأسست شرطة خدمة المجتمع بإرادة سامية في عهد السيدي جلالة الملك الأصلاحي وبتوجيهات حثيثة من معالي وزير الداخلية. فتم تخريج أول فصائل شرطة خدمة المجتمع في عام 2005. شرطة خدمة المجتمع جاءت لتجسد مفهوم الشرطة المجتمعية في المجتمع ومفهوم الشراكة المجتمعية. فشرطة خدمة المجتمع بتخريجها هي أحدى قوات الأمن العام وتتمتع بنفس الصلاحيات القانونية والإدارية اللي تتمتع فيها أعضاء قوات الأمن العام الأخرى، ولكن مهام عملهم يقوم بالعمل من البيئة المحلية للشرطة. فطبعا المهام هذه تقوم على عملية التفاعل بين الشرطة والمواطن، بدءا من عملية اختيار أفراد شرطة خدمة المجتمع. فإحنا نختارهم أساسا من جميع محافظات مملكة البحرين، وبعد تدريبهم وتخريجهم ينتسبون للعمل في نفس المحافظة اللي هم ساكنين فيها، وبالتالي المعلومات يعني اللي خدمتهم تكون في نفس المنطقة أساسا. أي نعم. فبالتالي إحنا استثمرنا المعلومات اللي عندهم وخلفيتهم عن المشكلات والحاجات اللي أساسا يعانون منها المواطنين أو المشاكل ومصادر القلق اللي ممكن الشرطة ينقلها، ويعمل كحلقة وصل بينهم وبين مركز الشرطة وبينهم وبين مؤسسات المجتمع الأخرى في سبيل وقايتهم من الجريمة وسبيل تحسين مستوى الخدمات اللي ممكن يحصلون عليها. يعني الآن ميدانية. نعم. شرطة المجتمع اللي هم أساسا من نفس المنطقة نفسها، شلون تعاملهم مع الناس؟ شلون يتلمسون احتياجاتهم الأمنية ويسعون لتلبيتها؟ هم زيهم مختلف. نعم. مختلف حتى عن رجال الشرطة العاديين اللي احنا او زي التقليدي اللي نعرفه لرجل الأمن، فبالتالي حتى وجودهم بين الناس يعني ياخذ طبيعة مختلفة. نعم. هما طبعا مهامهم اللي يكلفون فيها واجباتهم
تضمن لهم القرب الشديد من المواطنين بكافة فئاتهم. فممكن تشوفوا من بداية اليوم الدراسي يأمنون عملية حضور وانصراف طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية. أيضا شرطة خدمة المجتمع صارت تنزل إلى جميع الفعاليات والمناسبات اللي تقام في مملكة البحرين وفي كافة الظروف. أيضا في برامج توعوية تقوم فيها أفراد شرطة خدمة المجتمع أيضا لفئة طلبة المدارس لهدف تعزيز الوقاية الذاتية في نفوس أبنائنا الطلبة. وبالتالي فكل هاي المهام مثل ما قلت تأمن القرب وتبني علاقة وثقة بين الشرطة وبين المواطنين بكافة فئاتهم. فهذا التفاعل هو اللي يحقق لنا العلاقة اللي احنا ننشدها في سبيل تبادل المعلومات بما يحقق أهداف الوقاية من الجريمة والأمن الشامل إن شاء الله في المجتمع. شرطة خدمة المجتمع هي واحدة من أهم يعني عناصر الشراكة المجتمعية. نعم. اللي تقوم عليها العقلية الأمنية الآن في مملكة البحرين. هذه الشراكة يعني إلى أي مدى ساهمت في يعني إنجاح العمل الأمني في تطور العمل الأمني سواء من خلال شرطة يعني خدمة المجتمع أو من خلال عملية التوعية والتثقيف بالدور الأمني للمواطن بشكل عام؟ أخوي علي إحنا إذا بنرجع إلى مبدأ أساسي كلنا نعرفه ونؤمن فيه اللي هو أن الأمن مسؤولية الجميع في المجتمع. نعم. فراح نشوف أن الشراكة المجتمعية الفاعلة هي الترجمة لهذه المعنى. فاليوم ما في أي مؤسسة في المجتمع ممكن أنها هي تعمل بمفردها أو تحقق أهدافها والأهداف اللي يتوقعها منها المجتمع بالاعتماد على مواردها مهما كانت ضخمة ومهما كانت قدراتها متقدمة. فلابد من إقامة هذه الشراكة بدءا من المواطن إلى أكبر مؤسسة في المجتمع. فإحنا لنا شراكات كثيرة في مجال مكافحة الجريمة والقضاء على عوامل حدوثها أو في مجال تحسين الخدمات اللي ممكن يتعرض ممكن يحصل عليها المواطن في مختلف الحالات. وممكن إذا في مجال أطرح مزيد من الأمثلة أو قصص النجاح لشراكات فاعلة إحنا أقمناها. تفضلي تفضلي. عندنا شراكة فاعلة مع المجلس الأعلى للمرأة في مجال مكافحة العنف الأسري أو العنف ضد المرأة وتحسين الخدمات اللي ممكن تحصل عليها الضحية اللي متعرضة حق العنف الأسري. وأيضا كذلك عندنا شراكة فاعلة مع وزارة التنمية الاجتماعية في مجال مكافحة ظاهرة التسول والتشرد. فبعد صدور القانون في 2007 أقمنا هاي الشراكة طبعا ومتمثلة في دار الكرامة نضبط الحالات بالتعاون معهم. إذا كانوا مواطنين حسب بنود القانون فهم يحصلون على الرعاية والدعم اللي تقدمها وزارة التنمية. وإذا كانوا أجانب فحسب بنود القانون هم يستحقون الرد وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات حيالهم. أيضا مع وزارة التربية والتعليم مثل ما ذكرت برامجنا مستمرة على طول العام ولكافة المراحل التعليمية لوقايتهم من العنف أو الوقوع في السلوكيات المنحرفة اللي قد تنتشر في البيئة المدرسية. أيضا عندنا مع المجالس البلدية ومع البلديات وأي فرصة ممكن إحنا نستغلها ونستثمرها في تحقيق شراكة فاعلة إحنا على استعداد إن إحنا نقيمها ونحسن مستوى الأمن في المجتمع. إذن شركائكم مختلف الجهات. أي نعم. المواطن، الوزارات، المؤسسات، المؤسسات المدنية، مختلف الجهات الآن. نعم. هم شركاء معاكم في حفظ الأمن والأمان. نعم. لو بنتكلم عن شرطة خدمة المجتمع. في 2005 أنشأت شرطة أول فصيل تخرج. أول فصيل. أنا أذكر حتى في برامجنا في ذاك الوقت كنا يعني استضفناهم في الاستوديو. كان في حملات متبادلة مع وزارة الداخلية لتوعية الناس لتعريف الناس من هي شرطة خدمة المجتمع. راح تشوفون رجال أمن بزي مختلف، أدوارهم تختلف نسبيا، تعاملهم معاكم يختلف نسبيا، طريقة الشراكة والتواصل معهم يختلف نسبيا. في ذاك الوقت شلون كانت العلاقة وشلون تطورت؟ هل اليوم الناس يعني بعد حوالي 14 سنة أكيد العلاقة أخذت شكل مختلف تماما؟ طبعا هما بداية مثل ما قلت الزي كان يختلف. فالناس عرفتهم أنه يعني هاي الزي الأزرق الفاتح هما شرطة خدمة المجتمع. بدأوا يتقربون منهم
حابين يعرفون شنو طبيعة الأدوار أو ممكن الخدمات أو سبل المساعدة اللي ممكن هم يتواصلون معهم فيها. فكان في تواجد وانتشار كبير لخلق هذه أو لكسر الحواجز بين هاي القوة الجديدة وبين المواطنين. نعم. أما الآن لا، صار يعني كأن خدمات الشرطة صارت تطلب يعني كمنتج، ويعني الكثير من المؤسسات الكثير من الفعاليات صاروا يطلبون شرطة خدمة المجتمع للتواجد، وهذه يعني دليل نجاح على تفهم الناس وقبولهم حق الشرطة المجتمعية. يعني شرطة خدمة المجتمع شرطة حديثة عصرية تنبأت لها البحرين وطورت العلاقة طبعا بقيادة حكومتنا الرشيدة. أدواركم كبيرة لا يمكن حصرها في هذه العجالة. نعم. لكن نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، الدور اللي تقومون فيه في حفظ أمن وأمان المملكة هو دور مقدر من الجميع، وإحنا نعتبر نفسنا سواء في إعلام أو مواطنين طبعاً. إحنا نعتبر نفسنا شركاء معاكم في حفظ أمن وأمان المملكة. نعم. كل الشكر والتقدير لكم. الله يسلمك. الرائد ركن منى القلاف رئيس شعبة الشؤون الإدارية بإدارة شرطة خدمة المجتمع، يعطيك العافية. شكرا لتواجدك معنا. إذا ننتقل لموضوع آخر مشاهدين، حيث أن غرفة العمليات الرئيسية هي إحدى واجهات وزارة الداخلية في خدمة المواطنين وتقوم بتلقي بلاغاتهم وغيرها. طبعا من الأمور اللي تختص فيها خلونا نشوف بعض من اختصاصاتها في التقرير القادم ونرجع نفتح الحديث مع ضيوفنا. التوجيه والإرشاد والتواصل مع المجتمع يعد ضمن إطار الشراكة المجتمعية اللي تقوم بها وزارة الداخلية وتحديداً الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. في التقرير القادم راح نتعرف على جزء من عملهم ونرجع لفتح الحديث، راح يكون معنا النقيب جاسم عيد آدم نتكلم معه أكثر عن هذا الموضوع. يعد المركز الإعلامي ثمرة من ثمرات استراتيجية النهوض والتطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية بقيادة وتوجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. والمركز هو استجابة هامة لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الإعلام الذي بات لغة العصر، ولتطلعات الوزارة في التواصل الإعلامي المستمر وعلى مدار الساعة، سواء كان على صعيد الإدارات الأمنية التابعة للوزارة أو على صعيد التواصل مع كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعربية. وللمركز أهداف وخطط عمل إعلامية تنبثق من منطلق الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية لتقديم المعلومات والأخبار، حيث يعد المركز الجهة والواجهة الإعلامية للوزارة
ويعني بتغطية كافة أخبارها ونشاطاتها وفعالياتها، والمصدر الرئيس لتزويد كافة الوسائل الإعلامية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات، كما يقوم بمهمة تزويد الوزارة وجميع مؤسساتها بالأخبار والمعلومات التي يتطلبها عملها، ويغذيها بكل ما هو جديد ويضعها بصورة الأحداث وآخر المستجدات على الساحة المحلية والعربية. يسرنا نرحب بالنقيب جاسم عيد آدم، ضابط بالإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. سعادة نقيب مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أخوي علي، شاكرين لكم الاستضافة. وفي البداية يسمح لي أني أتقدم بالتهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ولسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بذكر الميثاق 18 إن شاء الله، وللشعب مملكة البحرين الوفي وللجميع. احنا نعتبر روحنا زملاء وشركاء معاكم في الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، لأن هذا دور يعني الكل شريك أنه هو يلعب دور فيه وأنه هو يعني يوصله إن شاء الله. نعم. للمجتمع. ميثاق العمل الوطني وضع اللبنات الأساسية لاستقرار المجتمع وأمنه. نعم. كيف ساهم الميثاق؟ وكيف يعني كانت هي التحولات ما بعد ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بموضوع الأمن؟ نعم. سواء المجتمعي، السيادة، كل ما يتعلق بذلك. نعم. ميثاق العمل الوطني أخوي علي مثل ما تعرف يعني هو الذي أسس القواعد الأمن الجديدة، أسس لهذه القواعد ضمن منظومة بناء حديثة للمجتمع الأمني في البحرين. بناء على هذا يعني قام سيدي معالي وزير الداخلية من خلال توجيهاته للقيادات في الوزارة بالعمل من ضمن هذه القواعد الأساسية، وبناء عليه تم التوجيه في ضمن هذه المنظومة الأساسية منظومة القيادة. بناء على هذه الأمور كلها يعني السياسة في وزارة الداخلية ابتدت توجه إلى كل الأمور اللي ضمنها ميثاق العمل الوطني من تأسيس للأمن، من اهتمام بالناشئ، اهتمام بالمواطن، اهتمام بالإعلام. إذا وصلنا حق نقطة الإعلام أخوي علي، تعرف أن الإعلام يعني في هذا اليوم يشهد عصر ذهبي من خلال ميثاق العمل الوطني. هناك حرية. نعم. هناك يعني مزيد من المساحة. هذه الأمور كلها انعكست على العمل في وزارة الداخلية وعلى عمل الإعلام الأمني في وزارة الداخلية. نعم. أنتوا دوركم في يعني في جانب إعلامي. نعم. ولكن أيضا في جانب تثقيفي مهم أيضا. أكيد. شنو الدور التثقيفي اللي تقومون فيه؟ أخوي علي يعني الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بعد ما تحولت إلى إدارة عامة كانت إدارة إعلام أمني، زاد لها اللي هي إدارة الثقافة الأمنية. إدارة الثقافة الأمنية تعنى يعني بكل الأمور الخاصة بالثقافة الأمنية للمجتمع، يعني من خلال إصدار العديد من الإصدارات الورقية والمطبوعات. عندنا مثلا مجلة الأمن الشهرية، هذه المجلة تصدر شهريا باللغة العربية، مجلة الأمن أيضا باللغة الإنجليزية، وعندنا مجلة الأمن الفصلية يعني تعنى بالبحوث الأمنية، بالإضافة إلى عندنا مجلة وطني وهي مجلة متخصصة للأطفال. طبعا هذه المجلة تقريبا صدرت من حوالي 4 سنوات. هذه المجلة متخصصة في الأطفال في المرحلة الابتدائية من سن 6 إلى 12 سنة. تساهم في الحفاظ على النشء، تعزيز الروح الوطنية، وهذه الأمور اللي أسس لها الميثاق. مجلة وطني تحصلها متواجدة في أغلب الفعاليات الموجودة في مملكة البحرين. تقريبا الأعداد اللي صدرت لها لليوم 54 عدد، آخر عدد كان يتحدث عن الميثاق من خلال ذكرى الميثاق العمل الوطني. طبعا هذه الأمور الخاصة بالثقافة الأمنية، بالإضافة إلى تواجد عمود خاص للثقافة الأمنية في الصحف المحلية، بالإضافة إلى الإصدارات اللي تصدرها الإدارة العامة للثقافة الأمنية أيضا في الصحف المحلية.
هذه من جانب، بالإضافة إلى هناك يعني مثل ما نقول التواجد الإعلامي على كافة المجالات، التواجد الإعلامي في القنوات المسموعة والمرئية والمقروءة مثل ما ذكرنا، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. دائما الإعلام يعني يكون مرتبط برسالة. نعم. وكل جهة لديها رسالتها الإعلامية. نعم. الإعلام الأمني شنو هي رسالة؟ يعني حسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية، وهو اللي يحدد سياسة الإعلام الأمني في الوزارة. الإعلام الأمني يعني يحافظ ويساهم في القرب من المواطن. هذه موضوع أساسي ونقطة أساسية بالنسبة لنا، أن نحن نكون قريبين من المواطن بشكل كبير. رسالتنا أن نحن نكون نبدي للرأي العام جميع الأمور الخاصة بالأمن بشفافية تامة. هذه نقطة مهمة. نعزز الثقافة الأمنية، نعزز روح المواطنة، ندحض الشائعات الموجودة في بعض المصادر، يعني مثل ما تعرف أخوي علي تحاول تحرر لوجود شائعات. فالمركز الإعلامي الموجود عندنا في الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية يقوم بعمل جبار على مدى 24 ساعة، كادر مدرب على أعلى مقاييس، كادر بحريني، يعني التدريب اللي وصلوا له يأهلهم إلى عملية رصد وتحليل المعلومات ورفعها للقيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. طبعا اليوم الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية أصبحت منصة إعلامية مهمة، تستقبل الأخوة الإعلاميين، تدربهم، وخاصة يعني الطلاب جامعات بشكل كبير، الأخوة مثلا من المؤسسات الحكومية تدربهم التدريب الإعلامي المطلوب. وهذه يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالكوادر البشرية. أيضا الكوادر البشرية الموجودة في الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دائما القيادة تكون حريصة على أنهم يتحلون بالشهادات العليا من ماجستير وأيضا دكتوراه، طبعا يعني بالإضافة إلى الدورات الأساسية في الأمور الفنية والأمور الخاصة بالإعلام. نعم. عندكم مركز إعلامي، هذا نعم. المركز يداوم 24 ساعة. نعم. يعمل على مدى 24 نعم. ساعة، وإحنا قريبين منه وندري. شنو دوره، شنو مهامه؟ المركز أخوي علي يقوم أولا بنشر الأخبار الموجودة الخاصة بفعاليات الوزارة. المركز يقوم على حسابات الوزارة الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وإنستغرام وأيضا قناة اليوتيوب. المركز يرصد ويحلل المعلومات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي كافة، بالإضافة إلى مواقع الإنترنت وسائل التواصل الأخرى من إذاعات وقنوات أخرى. هذه الدور المهم والرئيسي للمركز. ضمن عقيدة ورؤية الثقافة الأمنية والشراكة المجتمعية مع المواطنين، الإدارة العامة عندكم شنو دورها؟ يعني ما هي الأدوار اللي تقوم فيها لتحقيق ذلك ما يتعلق بتحديدا الشراكة المجتمعية؟ نعم أخوي علي، مثل ما تعرف الشراكة المجتمعية هذه أمر أساسي، ومثل ما تكلمت الرائد منى القلاف قبلي، الشراكة المجتمعية بعض. نعم أكيد. نعم. الوزارة كلها تكمل بعض بالفعل. الشراكة المجتمعية أمر أساسي وأمر مهم. احنا من خلال الشراكة المجتمعية، من خلال تواجد الإعلام الأمني في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تواجده في جميع وسائل الإعلام وقربه من المواطن، كون المواطن هو شريك في الأمن، هذه هو الأساس لوجود الإعلام الأمني في منظومة مجتمع مملكة البحرين. من خلال هذه الأمور يعني احنا نتواصل مع المجتمع البحريني، جميع المواطنين، والقنوات دائما مفتوحة لهم للتواصل لإبداء الرأي. عندنا القنوات مفتوحة 24 ساعة، ممكن يتواصلون مع المركز الإعلامي، ممكن يتواصلون من خلال حساب الوزارة في تويتر. طبعا بما ان احنا نتكلم عن حساب الوزارة في تويتر، يعني الحساب جدا فعال، حساب الوزارة في تويتر عدد المتابعين في الحساب الوزارة تقريبا ما يقارب 500,000 متابع، بالإضافة إلى حساب الوزارة في الإنستغرام اللي ما يقارب عدد المتابعين فيه أكثر من 140,000 متابع. نعم. وسائل الإعلام العادية التقليدية في العالم كله اليوم أمامها تحدي، يعني خاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. أنتوا في الإدارة العامة أكيد واجهتم نفس هذا التحدي. نعم. خاصة يعني كان هناك وسائل التقليدية اللي احنا كلنا نعرفها، تلفزيون كإعلام مرئي، الإذاعة، وانتم شركاء مع الإذاعة. نعم. دائما لكم برامج ولكم تواصل
الصحافة المقروءة لكم صحيح. مطبوعاتكم منشوراتكم أيضا في صحافتنا المحلية لكم نعم. مساهمات. جاء الإعلام الحديث الإلكتروني نعم. الاجتماعي، شلون تعاملتوا معه؟ وهذا كان ربما تحدي للكل وأكيد أنتم من ضمن صحيح. طبعا الإعلام الإلكتروني مثل ما ذكرت هو تحدي كبير، ومثل ما ذكر سيدي جلالة الملك أنه مع التطور التقني الموجود في العالم وأن العالم أصبح قرية صغيرة، فإحنا لازم نتطور، وهذا التطور هو اللي وجه فيه سيدي جلالة الملك معالي سيدي وزير الداخلية للقيام بهذا الأمر في ضمن إطار عمله. طبعا من خلال توجيهات سيدي معالي وزير الداخليه الى سيدي سعاده العميد محمد بن دينه المشرف العام والمدير العام لدار العام الاعلام الامني، بدا تطوير والاهتمام بالكادر البشري من خلال دورات مستمره، دورات متطوره للحرص على التواصل في الجانب الخاص بوسائل التواصل الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. يعني كل يوم مثل ما تعرف اخوي علي هذه الوسائل قاعده تتطور، يصير عليها ابديتس، يصير عليها تحديثات نعم. فاحنا كثر ما نقدر نكون مواكبين لهذه التطورات عشان احنا بعد نواكب المجتمع البحريني والمجتمع الخارجي. هذه من جانب اخر اخوي علي، يعني يمكن انا غفلت تذكر، يعني ذكرت الصحافه المقروءه والمطبوعات وذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما نغفل ان هناك دور كبير للاداره العامه للاعلام والثقافه الامنيه بالشراكة معاكم طبعاً في ظهورها على التلفزيون البحرين، في ظهورها على إذاعات مملكة البحرين جميعاً. هناك برنامج الأمن التلفزيوني بالإضافة إلى التقارير التي تعد يعني تقريباً بشكل يومي في مركز الأخبار بالتعاون مع مركز الأخبار، بالإضافة إلى الأفلام التوعوية والأفلام الخاصة بوزارة الداخلية. هذه من جانب آخر هناك الشراكة مع إذاعة مملكة البحرين. طبعا عندنا شراكة مهمة مع إذاعات مملكة البحرين، عندنا برنامج الأمن الإذاعي اللي يبث كل يوم خميس من كل أسبوع. هذه البرنامج يعني برنامج أمني اجتماعي نناقش فيه الأمور الأمنية والأمور الاجتماعية على مدى ساعة ونص تقريبا، بالإضافة إلى التواجد اليومي في البرامج الخاصة مثل برنامج صباح الخير يا بحرين، من خلال رسائل المرورية، من خلال رسائل الدفاع المدني، شرطة المجتمع، أي أمر يهم المواطن من ناحية الأمن احنا نحاول في الإدارة العامة للثقافة للإعلام والثقافة الأمنية ان احنا نكون متواجدين فيها من خلال طبعا الشراكة معاكم. مرقسم تواجدكم ملحوظ، احنا نلاحظه ونحسه كمواطنين وليس كإعلاميين فقط من خلال وجودكم في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما تفضلت بشكل دائم وسريع، والتفاعل مع اي اشاعه تخرج، اي حدث يصير في البحرين، اي شيء امني يحدث في البحرين، دائما نلاقي هذا يعني الحساب هو المرجع الاول لنصل من خلاله الى المعلومه الصحيحه والموثوقه. هذا على مثل ما تفضلت تواجدكم في مختلف وسائط الاعلام المختلفه. كل الشكر والتقدير لك، سعدت بوجودك معي ويعطيك الف العافيه. شاكر لك اخوي علي، شاكر لكم استضافه وهذه واجبنا، شكرا لك. النقيب جاسم عيد ادم، ضابط بالاداره العامه للاعلام والثقافه الامنيه، شكرا لك يا اخي. شكرا. اذا مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم، وهي ايضا ختام لحلقات برنامج ميثاق من ذهب اللي كنا معاكم من خلاله على مدى شهر فبراير. استعرضنا اهم ما تحقق من انجازات خلال 18 عام بشكل سريع بعجاله، لان الانجازات كبيره منذ اقرار ميثاق العمل الوطني. هذه الوثيقه اللي شكلت منحى تاريخي في البحرين ومنعطف هام نحو التطور والتنميه، ايضا شكلت دافع للتقدم للامان. وثيقه اختارها الشعب، توافق عليها مع الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص. كان الميثاق سابق لعصره بشهادة العالم وحتى العالم العربي وحتى الدول اللي كثير منها ربما يعني شهدت أحداث ما بعد 2011. الميثاق جاء قبل ذلك بإرادة ملكية سامية بدون مطالبات للإصلاح والتطوير، جاء برؤية ملكية رشيدة جنت البحرين من خلال الكثير وتجنبت الأزمات اللي مرت بها بعض الدول وشفناها طبعا في السنوات الماضية.
حاولنا معاكم من خلال هذا البرنامج وبعجالة وب يعني لمحات خلنا نقول من الإنجازات الكبيرة اللي شهدتها البحرين في السنوات الفائتة. نأمل إن شاء الله نكون قدرنا من خلال هذا البرنامج طاقم العمل من الإعداد من الفنيين أن وصلنا ولو قدر بسيط، ألقينا الضوء ولو على شيء بسيط في معظم القطاعات اللي شهدت إنجازات كبيرة لا يمكن في عجالة أن احنا نلخصها كلها. نعتذر عن أي تقصير بدر منا ويعني لأي جهة ما قدرنا نجيبها، وحاولنا احنا نغطي معظم الجهات لكن مثل ما قلنا الأيام كانت محدودة. باسمي وباسم كل طاقم البرنامج نجدد أسماء آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين وحكومتها، وإلى البرلمان اللي هو واحد من ثمار ميثاق العمل الوطني على مرور 18 عام على هذا الميثاق. نلقاكم إن شاء الله على خير في برامج قادمة، نلقاكم إن شاء الله كل عام في ذكرى ميثاق العمل الوطني، لأن احنا دائما محتاجين نستحضر ونستلهم روح ميثاق العمل الوطني لكي نبني البحرين ونحافظ على منجزاتها وعلى أمنها وأمانها. كل عام وانتم بخير وفي أمان الله.